طبعا الجائزة هي من أهم الجوائز بالنسبة لها هي لأنها تحافظ على البيئة. طبعا الجائزة أعتقد خلال 10 سنوات الماضية حققت أهدافها، طبعا وفرت أكثر من 1 مليار جالون من المياه، وفرت أكثر من 125 جيجا وات ساعة، وهذا شيء كبير بالنسبة في المنشآت التعليمية. هذا يعادل تقريبا توفير 90 مليون درهم. طبعا هذا كله يتماشى مع سياسة الدولة في وخطة الدولة 2021 في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل الدول في كافة المجالات، وكذلك يتماشى مع خطة دبي استراتيجية 2021 والتأكيد على الاستدامة واستدامة الموارد. الجائزة الله يسلمك انطلقت من 10 سنوات، الهدف فيها كان ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، اللي هو تعليم الجيل الجديد هذا اللي طالع أن يرشدون الكهرباء والماء. صحيح أن بعض الناس ممكن يظن أن الدوائر الحكومية اللي فيها كهرباء وماء تهدف إلى جمع الأموال، نحن لدينا توجه غير هذا. توجهنا وصرفنا الكثير من الأموال كان على تعليم الناس طرق ترشيد الاستهلاك والكهرباء والماء، يعود عليهم أول شيء بالنفع في قيمة الفواتير، وفي النهاية يعود على الكرة الأرضية بأن نحافظ على مواردها الطبيعية.